عقد مساء اليوم رئيس الوزراء بهيمي باتاكي البير اجتماع عمل مع المسؤولين في إدارات الدخل، وذلك في إطار متابعة وتقييم الوضع المالي والإيرادات العامة للدولة، خاصة إيرادات الجمارك والضرائب وغيرها من إيرادات الدخل بالدولة. فاطمة أبو المعالي لديها التفاصيل. في إطار الاجتماعات الدورية التي تهدف إلى الوقوف على الإيرادات العامة للدولة، عقد رئيس الوزراء بهيمي باتاكي البير اجتماع عمل مع الوزارات المعنية لمتابعة وتقييم الوضع المالي والاقتصادي بشكل عام في البلاد. الاجتماع ضم المسؤولين بالجمارك والضرائب وباقي إدارة الدخل العامة. هذا وقد تحدثت أمينة الدولة بوزارة المالية بانتا تشاليسو عن أهم ما جاء في هذا الاجتماع. استماع الأيام دميانة هذا سوتور بريمير مينيس ونشوفو شنو وشنو كان في رسيت أنا ده إسك رسيت ده زاد ولا رسيت ده جاي في بكان ولا قصر ميزور الشلنا مدول أول ده كيف هسا أبليكاسيون أنا من ده أجل ولا ماشي بأجل ولا كم ماشي بأجل كيندو صوبات صوبات ده شنو. كما أكدت الوزيرة بأن هناك قرارات جديدة ستتخذ في القريب العاجل، وذلك من عاجل زيادة موارد الدولة. شبنا وارين قالوا قال هم كم مصور رسالة دي لشان ما عندهم دوكمان دي فالر بشابي رسو ناس بكفو وهم كم بنتم دوكمان هذا بخلي للمينستر دول دي بسو سيفي عديل. دونك رئيس الوزراء قال كم هم بقولوا الدبس قال بخلي رئيسة أنا ما ببقى عديل لا هيني يجي قدامنا في السبوع ده قال المينستر هنا في ناس بشيفة يعطوا الم إندا دوكيمان دو فالور دو ولا أي مينستر تنتو لازم دوكيمان دو فالور دو ياخدهم ونشوفو تو بعد ده خدمتهم ده بمشي ولا ما بمشي. من جهة رئيس الوزراء بهيمي باتاكي البير أكد أن هناك جهود تبذل على ضوء ما قدمه الحاضرون، لذا حث على ضرورة تضافر الجهود من أجل أداء أفضل. كما أعطى رئيس الوزراء تعليمات صارمة مطالبا في الوقت نفسه بالسعي من أجل زيادة الإيرادات المالية والعمل على تنفيذ القرارات الجديدة في بعض الوزارات المعنية. يذكر أن هذا الاجتماع الذي استمر لأكثر من 3 ساعات خرج منه الحاضرون بعدة نقاط واستراتيجيات جديدة تنصب في مصلحة زيادة الدخل القومي للدولة.